طيب هسه نروح الى الاكتيفيتي بوك حول الموضوع مالتنا. اوكي طلعنا الاكتيفيتي بوك صفحه 64، يمكن واضحه هاي صفحه 64 لسن 4 فوق. اوكي هاي اختاريت لكم تمارين مهمه، خلينا نقول اوكي لازم نسيطر عليها. هنا ايش دا يطلب من عندي؟ هذا التمرين شوفوا، دا يقول لي here are the sections from English newspaper، فصول من شنو؟ صحيفة بريطانية. match each section with the contents، يعني matching عندنا هذا section مثلا يعطيني هنا هوم نيوز، اخبار منزلية او اخبار خارجية او فنون رياضة والى اخره، وهنا شنو الكونتينتس مالتها المحتويات. فاجي هنا على رقم واحد السكشنز هوم نيوز، يعني شنو اخبار منزلية، اعطيكم ترجمتها حتى تقدرون بالقائمة الاخرى تقدرون تطلعوها بكل بساطة. انترناشنال نيوز شنو يعني؟ اخبار عالمية. ارتس فنون. سبورت رياضة. بزنس عمل. فاشن مودة. ليجر معناها وقت فراغ. هوم اند شنو؟ جاردن، فيما يخص البيت والحديقة جاردن. ادفرتايزمنت شنو يعني؟ ادفرتايزمنتس اعلانات. بعد تلفزيون، تلفزيون. بعد ليترز رسائل. بعد اوبينيون رأي. وكارتونز يعني كاريكاتير. طيب ايش منطيني هنا قائمة هنا على شكل ABCD contents advertisements for jobs، شنو يعني اعلانات لوظائف. things for sale شنو اشياء للبيع etc والى اخره. طبعا هذه منو راح ياخذها من ذني advertisement؟ طبعا يروح على الadvertisements، روح على الهاية راح نلقيها وين؟ رقم 9 هو الجواب. اوكي اوكي طبعا هنا انتم تقدرون تاخذون هاي الاجوبة، انا منطيها هنا جاهزة هاية، بس لا ان شاء الله انتم تقدرون لها، بس راح اشرح لكم اياها. البي funny pictures، شنو funny pictures؟ صور مضحكة يعني كارتون. سي information معلومات about furniture وflowers، ها ها فرنتشر يعني اثاث، فلاورز اوراق زهور، يعني ها شغله هوم وجاردن. زين articles مواد، sent to the paper ترسل الى الصحيفه، from readers شنو يعني؟ شنو يعني articles؟ يعني رسائل. news about clothes شنو يعني؟ اخبار عن الملابس، فاشن. news about companies شنو يعني؟ news about companies اخبار عن الشركات والماني النقود. بعد news about art شنو يعني؟ اخبار عن شنو؟ الفن. plays هنا مسرحيات، paintings رسومات. بعد news about football عن كرة القدم تنس. news from other countries اخبار من دول اخرى، يعني هاي يسموها international. طيب news from your own country شنو يعني؟ من بلدك. بعد programs this evening يعني شنو؟ برامج هذا المساء. بعد the ideas of شنو؟ of the editor افكار المحرر about recent news items، ها هاي اراء يعني اراء رقم 12 هناك. وthings to do in your spare time يعني الأشياء اللي تسويها أنت باليور سبير تايم، شنو سبير تايم؟ سبير تايم في وقت الفراغ مالتك. أوكي طيب طلعونا صفحة 66. 66 هذا التمرين أريد أحله لكم حتى تعرفوا، إحنا ما أخذيه بس إحنا لل على مود الكنترول سيطر. إيش ده يطلب؟ make these sentences negative. أوكي هختار لكم رقم واحد. The hall was empty. شلون سوينا في the hall wasn't empty؟ صح ولا لا؟ اثنين.
The students شبيهم were wearing school uniforms. شلون ننفي هاي وير عندك؟ The students were not, weren't wearing, تمشي. المهم رقم أربعة انتبهوا عليه. سارة enjoyed فعل ماضي standing at the back. بما أن الفعل ماضي فرح نجيب didn't. إذن سارة didn't ونرجع الفعل أصلي enjoy standing وتمشي. أوكي أخذي ستة. The audience جمهور شبي stayed ماضي very quiet. جواب نفي the audience didn't stay. ليش didn't؟ لأنه عندي stayed ماضي. انتبهوا ضفت لكم هاي سبعة وثمانية من عندي. دانا شبيه دانا speaks two languages. زين شلون نفيها هاي جملة دا؟ لاحظي الفعل بس مو اجيب من عندي doesn't لأن الشخص ثالث. دانا doesn't speak من الخاطر الاس جبنا doesn't وهذا يرجع صافي. لاحظوا ثمانية أحمد wrote a letter. wrote فعل ماضي شو جيب له didn't بس ما ننسى أحمد didn't write. ها أحمد didn't write. أوكي good. طلعوا لنا صفحة 72 إن شاء الله. 72 هذه كلمات شوفوها أمامكم تمرين بي. كلمات دي يطلب وضعها بالفراغات. راح أعطيكم معانيها ترأسا تقدرون تمنوا. ريبورتر مراسل. ويل تشير كرسي مع المعوقين. ويك ضعيف. وايز حكيم. برايز يمدح. سبكتكلز نظارات. أوكي هذه أنت تقدرون بس تقروها. مثلا هسه أول واحد خلينا نحل أول واحد. ريبورتر شون عرفت؟ يقول لي writes about events يكتب عن أحداث for a newspaper. طبعا انتم ان شاء الله تدبروه يعني انا على مود الوقت شوي دا اريد استغل. طلعوا لنا صفحة 73 تمرين سي. هذا حول ايش تمرين سي صفحة 73 هذا. choose the correct pronouns to complete the sentence. جاسم broke his leg and he لو هم نختار له ان هذا يمكن اخذناه بصورة مفصلة وسيطرنا عليه. اوكي 74 طبعا هذا التمرين 3 عندنا 4 و5 ايضا يخص ما حول ايش يخص الضمائر هير وهم وهير هاي كلها ماخذيه. وهنا المهم تمرين دي وهو الانشاء الخاص بيونت 5 وراح اطلع لكم اياه. طلعوا مال الورقه مال الانشاء راح تلقوه ان شاء الله. شنو الورقه سوري هاي الورقه شوفوها مال يونت 5 شنو هي صفحه 4. اوكي اشير لك هنا اكتيفيتي بوك صفحه 74 العنوان تي في بروجرام راح اقرا لكم اياه بطريقه بسرعه لان وقت ما راح يكفي للفيديو. اي واتشد ا جود بروجرام لاست نايت اني شاهدت. It was very interesting. ممتع. It was about elephants. شنو في elephants؟ فيلة. By a pool. By هنا قرب a pool. They were drinking water. دي يشربون شنو؟ مي. It was a funny scene. مشهد مضحك. A cameraman. رجل بيد كاميرا. Was filming. دي صور. And a reporter مراسل. Who was talking. Suddenly كان دي يتحدى. Suddenly one elephant blew water نفخ أحد الفيلة نفخ شنفخ water وين into the air بالهواء. The cameraman and the reporter okay reporter okay got wet. شنو wet؟ wet تبللوا. They laughed ضحكوا too much. It was very funny and I liked it. هذا كل إنشاء جدا بسيط نقدر نسيطر عليه إن شاء الله وتحفظوه لليونت 5. وأشكركم جدا وأتمنى لكم النجاح والموفقية. تسلمون.